الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في مختلف مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة. مدبولي يشهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع لمكونات السيارات. جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، ومجموعة الاتصال العربية تعرب عن قلقها من استمرار الأزمة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، وذلك بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء المجار فيكتور أوربان، هنأه خلالها بفوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية في المجر. وأكد رئيس السيسي خلال الاتصال أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجاري في رؤية وقدرة رئيس الوزراء المجاري على الاستمرار في قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة. كما أشاد رئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية المجارية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف في الأصعدة.
من جهته أكد رئيس وزراء المجر حرصه على تعزيز التواصل مع رئيس السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع للشركة في محافظة الفيوم. ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة باستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو. أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مع وفد الشركة اليابانية بأن الحكومة أطلقت استراتيجية لتنمية صناعة السيارات والتي تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين. من جانبه أشار رئيس شركة يازاكي إلى أنه تم اختيار مصر لتكون أحد مراكزها ضمن 45 دولة حول العالم، لافتا إلى أن الوقت الحالي هو وقت مناسب للاستثمار في مصر لما تتمتع به من مميزات جاذبة للاستثمار الأجنبي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية وتأثيراتها على مصر. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. شهد الاجتماع استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي، إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبية. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حول الفعاليات التي تم تنفيذها بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة من 13 من مارس 2022. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الثقافة والفنون تشهد حاليا حراكا إيجابيا واضحا باعتبار أن الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة وكذلك متنوعة في مختلف المحافظات. من جانبها أكدت وزيرة الثقافة أنه في إطار خطة الوزارة لنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، نجحت وزارة الثقافة في إقامة فعاليات ثقافية وفنية بمحافظتي قنا وسوهاج لتجسيد فكرة السياحة الثقافية والفنية والترويج للسياحة الداخلية والخارجية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 95 قضية تموينية بمضبوطات لأكثر من 88 طن. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 38 طن سلع. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 27 طنا. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 10 أطنان سلع. أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط قرابة 14 طن أسمنت. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعددا من الباحثين القانونيين وكذا عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمشاهدة مرافقه والاطلاع على الرعاية المقدمة للنزلاء وكذلك برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تطبيقها داخل المركز. أحدثت مراكز الإصلاح والتأهيل المنشأة حديثاً نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية في مصر، وتحرص وزارة الداخلية على أن يرى الجميع تلك التجربة ميدانياً، فتنوعت الزيارات إليها، ومنها هذه الزيارة لوفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الباحثين القانونيين، وكذا عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى مركز الإصلاح والتأهيل بدر. بعد زيارات مماثلة لمراكز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وجمصة والمنيا، مصر دلوقتي بتطبق أعلى معايير تطبيق الرعاية لنزلاء منظومات العقبية. اللي بنشوفه اللي بيقدمه قطاع الحماية المجتمعية هو ترجمة حية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الدولة المصرية بإحلال النزل ودور العقاب اللي كانت موجودة وانخفاض
عدد النظر العقابية من حوالي 42 سجن سابق دلوقتي لما يقرب من 31 مركز إصلاح وتأهيل. أعتقد هي تجربة مهمة بنشوفها. قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، واطلعوا على جانب من الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء. الصرح الطبي بصراحة مش المركز الطبي، كل حاجة فيه معمولة على أعلى مستوى من التكنولوجيا وأعلى مستوى من التجهيزات الطبية الحديثة وبأعلى مواصفات اللي أنا فعلاً انبهرت بيها، وبقول إن أنا احتمال على المستوى المستشفيات الخاصة ما شفناش الكلام ده. شفنا بالأخص وحدة صحة المرأة بتقدم لها خدمات زي الأشعة بالموجات الصوتية والماموجرام أو اللي هو الكشف المبكر الأورام الثدي، الماموجرام والألتراساوند، يعني كل الخدمات المطلوبة لصحة المرأة هي موجودة ومتوفرة. كما تفقدوا عدداً من مرافق المركز التي تستخدم في إعداد وتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم بالتعليم والحرف والمهارات المتنوعة. فقد تم وضع برامج تأهيلية وتدريبية وتعليمية متنوعة للنزلاء بواسطة متخصصين لإصقال مهاراتهم. التعامل مع الحرف اليدوية والتعامل مع تأهيل النزلاء والنزيلات أعتقد أنها من الأمور التي تحسب لهذه المراكز الجديدة إعادة دمج المواطن أو النزيل فيما بعد في المجتمع. أعتقد أنها من الأهداف الرئيسية التي تؤكد عليها السياسة الجديدة لوزارة الداخلية. شفنا تجربة عملية كيف يمكن استثمار النزيل فأن يمتهن يتعلم داخل مركز إصلاح مهنة أخرى وأن يعمل من بها وأن يتقاضى أجره عنها. شفنا الأنشطة اللي بيمارسوها اللي بتعمل على التطوير العقلي والتطوير السلوكي والتعديل السلوكي من أنشطة دينية ووعظ ديني. إحنا لقينا هنا هو الحقيقة تطور غير طبيعي. وقد أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيلية شاملة خلال فترة قضائهم العقوبة. شفنا في نقلة نوعية في التعامل مع النزلاء في داخل المركز من حيث التأهيل، بحيث أن كل نزيل من النزلاء يقدر بعد خروجه من هنا يقدر يمارس مهنة يقدر يكسب منها عيش، بحيث أنه هو ما يرجعش مرة أخرى لارتكاب جريمة تانية. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منظومة إصلاحية شاملة يقضي فيها النزلاء فترات عقوبتهم والتي يتم خلالها تأهيلهم، تمهيدا لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء العقوبة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. عقدت مجموعة الاتصال الوزارية العربية حول الأزمة في أوكرانيا محادثات مع وزير خارجية أوكرانيا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال الزيارة الحالية لبولندا. أفاد بيان لجامعة الدول العربية بأن مجموعة الاتصال أكدت ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعرب الوفد العربي عن قلقه من استمرار الأزمة وتبعاتها الإنسانية والإنسانية والأمنية والاقتصادية. وأكد الوفد دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني. كان الوفد العربي قد اجتمع فور وصوله وارسو مع وزير الخارجية البولندي. أدان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العملية الروسية في بلاده داعياً لإجراء تحقيقات كاملة وشفافة عن ارتكاب الجيش الروسي لعمليات قتل في مدينة بوتشا. وأكد زيلينسكي في كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس الأمن بأن كييف لديها أدلة قاطعة تظهر حقيقة ما حدث خلال الهجمات على بوتشا.
لدينا أدلة دامغة، لدينا صور التقطت بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات. نحن مهتمون بإتاحة إمكانية الوصول الكاملة للصحفيين وللمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لكي تقيم الحجة على الجانب الروسي. وأنا متأكد من أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة ستهتم بالاطلاع على كل هذه الأدلة، وذلك لكي تعاقب أولئك المتورطين في هذه الجرائم. قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا إن هناك دولا كثيرة تنتهك قواعد إدارة مجلس الأمن الدولي. وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في أوكرانيا، شدد على أن هناك دولا غربية في مجلس الأمن ترفض طلبات دول بعقد اجتماعات في مجلس الأمن، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي يعمل على حل أزمة روسيا بشكل غير منسق. وكذلك أرسل وثيقة رسمية أمس إلى المجلس بهذا الشأن. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار سريع وعاجل في أوكرانيا. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في أوكرانيا، أكد غوتيريش أن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي وتؤدي إلى أزمة غذاء عالمية. الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف الآن. نحتاج إلى مفاوضات جدية على السلام على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. يتولى هذا المجلس مسؤولية الحفاظ على السلام، ويجب أن يفعل ذلك بتضامن. وأسف لرؤية الانقسام في صف مجلس الأمن، ليس فقط في مسألة أوكرانيا بل في المسائل الأخرى التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وأحث المجلس على بذل قصارى جهوده لوقف هذه الحرب والحد من تأثيرها على شعب أوكرانيا الذي يعاني وعلى الضعفاء والبلدان النامية حول العالم. أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغوطات الأوروبية على شركة غازبروم، متعهدا باتخاذ إجراءات انتقامية حال تم تأميم شركات روسية في الغرب. خلال اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا، قال بوتين إن الوضع في قطاع الطاقة بالعالم يتدهور، وذلك بسبب الإجراءات غير السوقية، بما في ذلك الضغط الإداري على شركتي غازبروم في بعض الدول الأوروبية. اقترحت المفوضية الأوروبية حظر واردات الفحم الروسي ضمن حزمة شاملة من العقوبات الجديدة ستفرضها المفوضية. كما تنص العقوبات المقترحة التي يجب أن تحصل على موافقة الدول 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكي تدخل حيز التنفيذ، حظر السفن الروسية من الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لقيود أخرى على التجارة. وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي يانسن ستالنبرغ صور القتلى الواردة من بلدة بوتشا الأوكرانية بأنها وحشية لا تحتمل ولم تشهدها أوروبا منذ عقود كثيرة، مضيفا أن استهداف المدنيين وقتلهم هو جريمة حرب. خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال ستولتنبرغ إنه يجب ترسيخ الحقائق وينبغي تقديم جميع المسؤولين عما حدث إلى العدالة، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو يؤيدون التحقيقات، من بينها تلك التي تتم من خلال الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. بحث المستشار الألماني أوفلاف شولتس خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية مجموعة من القضايا المختلفة على رأسها العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنهما بحثا أيضا التعاون في قضايا حماية المناخ والطاقة والمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في المسار الدبلوماسي والتفاوض مع روسيا. وقالت ساكي إن المسار الدبلوماسي سيكون متروكا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا حتى تكون فعالة. وأضافت أن واشنطن ستوصل دعم أوكرانيا على كافة الأصعدة بما يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري.
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية. وأعرب كيربي عن اعتقاده بأن روسيا تعتزم تركيز جهودها على إقليم دونباس، وأن القوات التي يتم تحريكها في كييف وتشيزناف وسومي ستتم إعادة تجهيزها مرة أخرى لنشرها على الأرجح في الشرق ودونباس. قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 40% هذا العام بسبب الصراع الروسي الأوكراني. يأتي ذلك فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 16% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. منذ انطلاق الرصاصة الأولى بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت المؤشرات الاقتصادية في التحرك نحو الخانات الحمراء في كلا البلدين. في أوكرانيا قالت وزارة الاقتصاد إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 40% هذا العام، وذلك مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 20% هذا العام. وأشار التقرير إلى أن الكتال الحالي يدور في منطقة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. وفي الوقت الحالي أوقفت حوالي 30% من الشركات الأوكرانية الإنتاج، فيما أصبح استهلاك الكهرباء يعادل 60% من الكهرباء المستخدمة قبل اندلاع الصراع. كما تضرر قطاع الزراعة في أوكرانيا التي كانت تعرف باسم سلة الخبز في أوروبا، وهي مصدر رئيسي للذرة والقمح. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن البلاد تخسر حالياً 1.5 مليار دولار شهرياً، حيث لا تستطيع موانئ التصدير الرئيسية في البلاد القيام بعملها حالياً. لذا تسعى أوكرانيا إلى زيادة صادرات الحبوب إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا عن طريق الشاحنات أو السكك الحديدية. أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم بأن مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية لسنوات 2022-2024. وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء بأن الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، مضيفا أن التصويت على تسديد الديون الخارجية والداخلية جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط. دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جميع قيادات الدولة والمكونات لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الصفوف. في كلمة ألقاها خلال إقامته مأدوبة إفطار، أكد الرئيس اليمني دعمه لأية توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية وتصحح أي اختلالات، وعن أعرب أيضا عن مساندته لجهود تحقيق السلام لأبناء الشعب اليمني وبما يحقق الأمن والاستقرار للبلاد. تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خطاب استقالة الحكومة من رئيس الوزراء الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح. كان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد حدد جلسة الغد الأربعاء للتصويت على طلب عدم التعاون المقدم من 10 نواب المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي. أعلنت دول الترويكا الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج دعمها لتسهيل جهود عملية الحوار السياسي بين السودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع وفد سفراء دول الترويكا بالخرطوم. وقالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان السفيرة لوسي تاملين في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن دول الترويكا قد أعلنت دعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان. قام
محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بافتتاح أعمال تطوير تجمع أبو يوسف بمنطقة الغراء التابعة لقرية الشلاق بالشيخ زويد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال شوشة إن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة 19 منزلا، لافتا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية من بينها المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه غرب مدينة العريش بطاقة 100,000 متر مكعب في اليوم لتغذية مدن العريش والشيخ زويد بمياه الشرب. أشاد المواطنون بمركز صقلت بمحافظة سوهاج بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وأضاف المواطنون أن العديد من المشروعات تتم بالتوازي في مختلف القرى، وأن هذه المشروعات تشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية بمختلف أنواعها. أول ما بدأت المبادرة عندنا في القرى نسبة التنفيذ فيها وصلت عدت 60%، جميع محطات الرفع بدأنا العمل فيها، كل المشروعات عملنا فيها، تم تسليم جميع الأراضي للشركات المنفذة في وحدات الصحة، تأمين الصحي، مراكز الشباب، محطات الرفع. برضو بنشكر الأهالي أن ساهموا فيها لما شافوا المشروعات. كان الأول لما نطلب الأرض للأهالي يقول لك أنت هتعمل إيه، لما تعملوها إن شاء الله بعد 10 سنين 5 سنين. أول ما بدأت أطلق السيد الرئيس المبادرة بدأنا، الأهالي استجابت معنا، كان في قرى ما فيهاش أملاك دولة، الأهالي تبرعت، في ناس تبرعت من أرضها الخاصة، وفي أهالي مشاركة مجتمعية تجمعوا مع بعضهم. كناش متوقعين إن في قرية الفرسية بالذات تحصل فيها صرف صحي ولا نادي شباب ورياضة ولا واحدة صحية، إنما الحمد لله رب العالمين تمت فيها كل المشروعات، خدمة ممتازة جدا لنادي الشباب قرية المستشفى الصحية دي، حاجة عظيمة جدا. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسى حميرة التابعة لإدارة شلاتين الصحية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل41 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية. أكدت وزارة الزراعة أن مساحة الأراضي المنزرعة في مصر زادت بنسبة 9% لتصل إلى 9.7 مليون فدان عام 2021. أشارت الوزارة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد ضمن عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 848,144 قرار علاج على نفقة الدولة بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية مارس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 3,157,957,000 جنيه. كما أعلنت وزارة الصحة إدراج 15,280,000 مواطن تحت مظلة التأمين الصحي خلال عام 2022. أشارت الوزارة إلى أن عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي حتى نهاية شهر مارس الماضي وصل إلى 69,669,000 مواطن بنسبة تغطية بلغت 69% من إجمالي الشعب المصري. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان، تم اليوم إرسال 2 مليون جرعة لقاحات لثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان. قال مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة محمد سعد إن اللقاحات التي تم إرسالها تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية، كما تم كذلك إفادة وفد من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السوداني الشقيق. أكد وزير البترول طارق الملا أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كبيرة، خاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، مشيرا إلى أهمية الإسراع بمشروعات إنتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة خاصة الموانئ المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الملا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين قطاع البترول والشركات الأوروبية، وكذلك نشاط النقل البحري والنهري وتجارة وتداول الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في مختلف مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة. مدبولي يشهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع لمكونات السيارات. جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا ومجموعة الاتصال العربية تعرب عن قلقها من استمرار الأزمة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا ريهام، ازيك يا هبة؟ ازيك يا يوسف، كل سنة وانت طيب وكل مشاهدينك بألف خير. اللهم أمين، رمضان كريم علينا جميعا. الله أكرم. الله أكرم. هتعزمونا انت في مفيش حد كده وهو جاي مرة يعمل واجب فطار على زمايله اللي قاعدين على الهواء؟ وجبه. هنرد عليك بعد الهواء. ماشي الكلام. شكرا ليكم، واستأذنكم نبدأ فقرتنا. اتفضل.